السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ميس مامي التعليمية. نبدأ أصدقائي هنذاكر مع بعض الجزء الأخير من شابتر 3 من الفصل الثالث من سيم 1 من المحور الأول. قبل ما نبدأ أصدقائي تدعموني بلايك الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد. يلا أصدقائي نبدأ درسنا مع بعض. Lesson 7 Job Role Plays. Job وظيفة، Role دور، Plays يلعب أو معناها يمثل. هنا عندي معناها تمثيل الأدوار الوظيفية. Job Role Plays تمثيل الأدوار الوظيفية. هنا هنحفظ الكلمات دي أصدقائي. Role معناها دور، Plays معناها يلعب أو معناها لعب يعني أو معناها يمثل. هنا عندي بيقول Choose اختار A Role دور and Act Out وقم بتمثيل السين المشهد، with your partner مع زميلك أو مع صديقك، ثم switch تبادل and let your يعني واجعل your partner زميلك choose يختار a role دور. role معناها دور. هنا عندي أصدقائي دي مجموعة من jobs مجموعة من الوظائف، عندي tour guide مرشد سياحي، sales person اللي هو البائع، computer programmer اللي هو مبرمج الكمبيوتر، هير ستايلست مصفف الشعر، ارتست اللي هو الفنان. زي ما شايفين دي مجموعه من الجوبس مجموعه من الوظائف. هنا في الدرس ده كل واحد هيختار الجوب اللي هي الوظيفه، وبعد كده هيعمل رول اند اكت وهيقوم بتمثيل الادوار او الدور. كل واحد فيكم من اصدقائي هيقوم بتمثيل الدور بالتعاون مع البارتنر مع صديقه اللي هو بيكون داخل كلاس او بداخل يعني الفصل. يعني مثلا واحد فيكم او انا مثلا هختار هنا عندي وظيفة من الوظائف الموجودة عندي في الكتاب. انا مثلا هختار وظيفة هنا عندي sales person اللي هي وظيفة البائع. بعد كده انا هعمل نفسي اني انا sales person، ان انا البائع، هبيع بعض spices بعض التوابل. هيبقى فيه حوار بين المعلم والتلميذ. هنا اصدقائي المعلم مثلا اللي هو انا هقوم ببيع بعض التوابل، بدو هقوم بدور ان انا سيلز بيرسون. بعد كده عندي ستودنت اللي هو التلميذ، هو هيقوم بتبادل الدور معايا. طب هنشوف مع بعض مثال عشان الكلام يبقى واضح اكتر. هنا عندي مثلا زي ما شايفين في الكتاب في حوار بين التيتشر وبين ستودنتس. هنا عندي التيتشر اول حاجه المعلم بيقول هالو مرحبا، كم باي ماي سبايس، سبايسز معناها توابل، بيقول مرحبا تعالى اشتري مني بعض التوابل. I can give you a very good price، انا هعطيك سعر كويس جدا. الستودنت اللي هو التلميذ او الطالب رد عليه وقال What kind of spices do you have، ايه نوع التوابل اللي عندك؟ التيتشر قال I have many kinds of spices، انا عندي انواع كتيرة من التوابل. What's your favorite، ايه المفضل ليك؟ student قال I like زعفران، انا بحب الزعفران. teacher I have very good زعفران، انا عندي زعفران كويس. it is the best، ده الافضل. I wish you، انا هعرضه لك. زي ما شايفين اصدقائي هنا عندي ده رول بلاي، لعب الدور حصل بين التيتشر and student، بين التيتشر والمعلم. هندخل اصدقائي البيج اللي بعده. I might say يمكن أن أقول choose اختار 5 jobs خمس وظائف from the list من القائمة on the previous page يعني من الصفحة السابقة. on each line في كل سطر أو على كل سطر write اكتب the name يعني اسم of a job اسم الوظيفة and then ثم complete أكمل the sentence الجملة. I might say أنا يمكنني القول أو أنا يمكنني أن أقول. هنا عندي أصدقائي هنختار 5 وظائف أو 5 jobs خمس وظائف. أنا مثلا هنا عندي هختار أول job أول وظيفة عندي teacher اللي هو المعلم. I might say يمكنني أن أقول، هقول listen to me استمعوا إلي. عندي كمان أصدقائي job number 2 هختار هنا الدكتور اللي هو الطبيب. I might say take the medicine on time يعني خد العلاج في ميعاده. عندي اصدقائي job number 3 هنا عندي tour guide اللي هو المرشد السياحي. I might say
هقول يمكنني أن أقول have a nice trip، رحلة سعيدة. عندي أصدقائي number 4 police officer اللي هو ضابط الشرطة. I might say protect my country، أستطيع أني أنا أحمي بلدي. عندي number 5 هنا عندي أصدقائي وظيفة firefighter، هقول I might say stay away from the fire، يعني ابعدوا بعيدا أو ابتعدوا عن الحريق. هنتقل لأصدقائي البيج اللي بعده. lesson 8 بعنوان نور choices a job، يعني نور تختار a job يعني إحدى المهن أو تختار يعني وظيفة. هنا أصدقائي طبعا هنحفظ كلمة choices معناها اختارت. as you read along أثناء القراءة underline ضع خط تحت نور's strengths يعني نقاط القوة عن interests واهتمامات، ضع خط تحت اهتمامات نور ونقاط القوة يعني عند نور. هنا عندي بيقول نور يعني صيغتنا نور loves تحب to read stories لتقرأ القصص about animals عن الحيوانات، دي اهتمامات نور دي interests يضع خط تحتها. she has two pets هي عندها اثنين من الحيوانات الأليف a dog and a cat يعني قطة وكلب at home في المنزل. نور walks the dog every day نور تصطحب الكلب every day كل يوم after school بعد المدرسة وضع خط تحتها. she likes exercise هي تحب التمارين. sometimes بعض الأوقات نور writes stories about her animals نور تكتب قصص عن حيواناتها وضع خط تحتها. her mother يعني مامتها says تقول she has هي عندها a very creative imagination يعني عندها خيال إبداعي رائع وضع خط تحتها. نور wonders نور تتساءل about عن the best way أفضل طريقة to keep her pets علشان تحفظ حيواناتها الأليفة healthy أو تجعلهم بصحة جيدة. last week الأسبوع الماضي she checked هي اطلعت a book هي اطلعت على كتاب out of the library يعني كتاب من المكتبة on animal عن الحيوان first aid علشان يساعدها في الأول. she wants هي تريد to be prepared مستعدة if her pets ever get hurt يعني لو هي عايزة تكون إن هي تكون مستعدة علشان لو حيواناتها الأليفة حصل لها لأي أذى أو تعرضت لأي أذى. كده أصدقائي إحنا قرينا الباسج اللي قدامي. عندي بعد كده مكتوب أجاب الوظيفة I think أنا أعتقد نور might be interested in is أعتقد إن الوظيفة اللي ربما تكون نور مهتمة بيها هنقول اللي هي vet اللي هي الطبيب البيطري. هنتقل للبيج اللي بعده. advertising my dream job advertising معناها الإعلان my dream job عن الوظيفة التي أحلم بها أنا عن وظيفتي التي أحلم بها. use استخدم this page هذه الصفحة to plan عشان تخطط your poster تخطط ملصقك for a job fair من أجل معرض المهن. هنا عندي بيقول job title المسمى الوظيفي أو عنوان الوظيفة. هنا أصدقائي في البيج دي كل واحد فيكم هيختار الوظيفة اللي هو بيحلم بيها وهيعمل عنها هنا عندي advertising هيعمل عنها إعلان. طبعا دي كل واحد على حسب نفسه. هنا عندي بيقول job title اللي هو عنوان الوظيفة أو المسمى الوظيفي. أنا مثلا هقول هنا عن teacher واحد هيقول doctor واحد مثلا هيقول مثلا artist اللي هو الفنان. كل واحد على حسب yourself نفسه. هنا كاتيجوري الفئة أنا هكتب مثلا طبعا ده تيشر يبقى هكتب هنا الفئة بتاعتي education هو التعليم. بعد كده بيقول drawing of person doing the job ارسم شخص الشخص ده وهو بيعمل الوظيفة. هنا هنرسم مثلا صورة التيشر المعلم وهو بيشرح للتلاميذ داخل كلاس داخل الفصل. طب عندي tools الأدوات ايه الأدوات اللي بيستخدمها التيشر؟ هقول بيستخدم board سبورة هيستخدم كمان ماركر اللي هو قلم السبورة. طب عندي هنا special skills اللي هي عندي المهارات الخاصة interests معناها اهتمامات. هنا هنشوف الاهتمامات او المهارات الخاصة اللي بتكون عند التيشر. هنقول communicating information يعني توصيل المعلومات to students
للطلاب in an easy way، بطريقة سهلة. هنتقل للبيج اللي بعده، lesson 9 poster feedback، يعني التعليق على ملصق. هنا switch box، تبادل الكتب. with your partner، مع زميلك. complete، أكمل the following sentence، يعني أكمل الجمل التالية. about your partner's poster، يعني عن الملصق بتاع زميلك أو صديقك. هنا عندي بيقول the best part of your poster، يعني best معناها أفضل جزء في ملصقك هو. ممكن مثلا نكتب pretty pictures، يعني صور جميلة. because، لأن. لنقول مثلا the colors are attractive، يعني الألوان جذابة. عندي كمان هنا بيقول is a little unclear، يعني في حاجات أو في نقاط غير واضحة بعض الشيء. هقول هنا مثلا your writing، يعني كتابتك، كتابتك مالها؟ is a little unclear، يعني غير واضحة بعض الشيء. maybe you could، يعني يمكن أن. هقول مثلا improve your writing، يعني يمكن انك انت تحسن كتابتك. هنتقل للبيج اللي بعده، lesson 10 when I grow up، when عندما I grow up، يعني اكبر، يعني عندما اكبر. هنا بيقول draw yourself، ارسم نفسك as an adult، يعني كشخص كبير. working، يعمل at your job، يعمل انت تعمل في وظيفتك. هنا أصدقائي كل واحد هيرسم نفسه وهو كبير، وهو يعني في الوظيفة اللي بيحلم أن يكون عليها في المستقبل. وكده أصدقائي أنا خلصت معاكم chapter 3 الفصل الثالث من theme 1 من المحور الأول. تابعوني theme 2 المحور الثاني. وكده أنا خلصت الفيديو. لو عجبكم لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد.